اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة فعل التشغيل تلقائي للمحادثة. قم بضغط هنا على تطبيقكم تليجرام، بعدها سوف نقوم بضغط هنا، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على توفير الطاقة، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الملصقات المتحركة، سوف نقوم بالضغط هنا على تشغيل تلقائي في المحادثة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل تشغيل تلقائي في المحادثة. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.